تساؤل أعيد طرحه بعد ما فعله كريستيانو رونالدو بالأمس بعد الخسارة أمام الهلال فقد أثار رونالدو جدلا كبيرا إثر المباراة النهائية لبطولة موسم الرياض والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة من القنوات السعودية وشاركت بها ثلاثة أندية تمت كريستيانو رونالدو رسميا إلى الهلال السعودي بأمر من زين الدين زيدان رسميا زين الدين زيدان مدربا الى الهلال ويعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو السلام عليكم لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشترك في القناه وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100 جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة تمت كريستيانو رونالدو رسميا إلى الهلال السعودي بأمر من زين الدين زيدان كشف النجم إيدن هازارد لاعب ريال مدريد وتشيلسي ومنتخب بلجيكا السابق مساء اليوم الاثنين عن سبب اعتزاله رياضة كرة القدم مشيرا أن هناك لاعبا أفضل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وقال هازارد في تصريحات لموقع جول العالمي سبب اعتزالي في عمر ال 32 أنا في كل صيف كنت أزداد من أربعة إلى 5 كيلوغرام لأنني كنت أعتقد أنك تعتقد.